All I got is so bad, man. Broke my broken will and I can't go. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زلهب. طبعا في هذا المقطع رح نتناقش سويا حول نظرية انه خوسيا ماثيوز هو الشخص اللي اصاب آرثر مورغان بمرض السل، لانه في اليومين اللي راحت انتشرت هذه النظرية مع بعض الادلة القوية جدا. فتعالوا سويا نخش في المقطع. طيب قبل ما نبدأ في المقطع، تراها نظرية تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ، يعني ممكن تكون صحيحة وممكن تكون خاطئة. إذا أنت قلت خاطئة وعندك أدلة، فأيضا في الجهة الأخرى راح يقولوا لك صحيحة ومعاهم أدلة. لذلك حنا نقول نظرية تحتمل الصواب وأيضا تحتمل الخطأ. أولا، زي ما تعرفون، مرض السل من الأمراض المعدية اللي تنتقل بشكل مباشر من الشخص المريض بالسل إلى الشخص الغير مريض والعادي. وغالبا انتشار المرض يكون عن طريق العطاس أو السعال أو الكحة أو البصق أو تنفس الهواء اللي فيه لوبكتيريا السل. طيب هذول الأشخاص بنوا نظريتهم على التالي. زي ما تعرفون، خوسيا ماثيوز في أي حوار له مع أي شخص يقوم بالكح بشكل قوي جدا، والكحة مشابهة جدا لكحة آرثر مورغان لما يصاب بمرض السل. طبعا لو لاحظتوا خوسيا ماثيوز طوال القصة ومن داخل المخيم، كان دائما يعترف انه ما رح يعيش طويلا وانه رح يموت قريب وانه يعني مريض وحاجة زي كذا. تعالوا نشوف بعض الامثلة. I guess I'm just worried. I ain't got that long, Dutch. I want folks safe before I go. Me too. Glad to be out of that cold and sat here. Wonder how many more evenings like this I'll have. Anyone know? Come on, don't be shy. Listen, I know I ain't well, but don't pity me. Envy me. I've done all a man could want. Turn up in my life. I'm a product of this country. Tough. Old. Don't you worry about me. I'm okay. Tough couple of months. It's been a tough couple of years since I got sick. Evening, Arthur. It's all been tough, you know. طيب زي ما شفتوا، كحات خوسيا ماثيوز كانت قوية جدا جدا، إضافة إلى أنه تجيه بشكل مباغت زي ما كان نجي الآرثر مورغان لما أصاب بالسل. أيضا اعترف أنه مصاب بمرض، لكن ما خش في التفاصيل، فقط قال أني مريض، أمر غامض نوعا ما. طبعا خوسيا ماثيوز راح يستمر على هذا الوضع، مريض وكحة من هنا، مريض وكحة من هنا. طبعا الأشخاص بنوا نظريتهم على هذه اللقطات، قالوا إنه خوسيا ماثيوز مصاب بمرض السل لكنه متكتم على الوضع. طيب زي ما تعرفون، لاحقا خوسيا ماثيوز راح يقتل من قبل ايجنت ميلتون في سرقة الساندينيس. There's your deal, Dutch. Jose. وبناء على نظريتهم، لو خوسيا ماثيوز كان عايش للشابتر السادس مثلا أو نهاية اللعبة، كان شفنا آثار مرض السل ظهرت عليه بشكل واضح جدا، لكنه مات بداية ما المرض اشتد عليه.
طيب، حقين النظرية قالوا إنه خوسيه ماثيوز اعترف إنه مريض بمرض معين وإنه راح يموت بسبب هذا المرض، وأرثر مورغان كان حول خوسيه ماثيوز ما يقارب 20 عام، فإذا فعلا خوسيه ماثيوز مصاب بالسل فأكيد أرثر مورغان راح يصاب بالسل أيضا في أي سنة من 20 سنة اللي كان فيها حول خوسيه ماثيوز. طيب، لو فعلا خوسيه ماثيوز كان مصاب بالسل من فترة طويلة جدا، كان المفروض انه يموت يا حقين النظرية، لازم يموت بسبب قوة مرض السل. رد حقين النظرية كان انه خوسيه ماثيوز اصيب بمرض السل بداية من بلاك ووتر. قلنا طيب، اذا خوسيه ماثيوز كان مصاب بالمرض من بلاك ووتر الى الشابتر الرابع تقريبا، فطوال هذه الفترة ليش ما عدا واصاب بقية افراد العصابة؟ ليش فقط ارثر مورغان؟ ردوا علينا وقالوا طيب ليش أرثر مورغان ما عدا بقية أفراد العصابة بمرض السل لما كان هو فعلا مصاب بالمرض؟ صراحة الموضوع محير ويلخبط نوعا ما، يعني نظريتهم قوية مع بعض الأدلة لكن من جهة أخرى تحس إنها ضعيفة، فأبغى آراءكم اللهبية حول هذا الموضوع. من وجهة نظري أنا صراحة أشوف توماس داونز هو الشخص اللي أصاب آرثر مورغان بالمرض، وأبغاكم تركزون على لما توماس داونز كح على وجه آرثر مورغان، الكحة كان فيها دم، ومن آثار مرض السل الكحة اللي بدم. توماس داونز، you owe me money. Oh no no, I'm Oh, come here, you maggot. Please, sir. I'll... Really? Threaten me, would you? Please. I have a family, sir. Please. I don't care about your family. You borrowed money from my business partner, Herr Strauss. You owe him. You took the money. He wants it back. What's not to understand? Where's our money? I don't have it. Sell your place. We already owe more than it's worth. Then sell your wife or your family or something. We ain't your idea of charity. Is that clear? Thomas! What are you looking at? Thomas! I said, what you looking at, woman? My husband isn't well. If we could just have more... Like I said, we ain't nobody's idea of charity. Get us the money! فمن وجهة نظري أنا صراحة أشوف إنه هذا هو السبب الواضح وهذا السبب الأقوى، وهذا هو السبب اللي فعلا أصاب آرثر مورغان بمرض السل، بل إنه آرثر يعترف إنه أصاب بمرض السل بسبب ضربه لشخص مسكين محتاج المال ألا وهو توماس داونز، وللأسف لاحقا آرثر مورغان يموت بسبب مرض السل. Come on! John made it. He's the only one. The rest of us... No. But I tried. In the end, I did. Come on. Let's go. We can make it. Come on, Dutch! Come on!